عذبتي حالك يسلم هالإيدين وإيديكي صحتين وهنا. تفضلي. شكرا. ايه احكيلي شو صار معكم؟ والله يا أختي أبي معند ومو رضيان إلا بده يروح على الضيعة. ايه قلت له أبي أنا شو بدي روح أعمل بالضيعة؟ روح انحبس يعني؟ ضل قاعدة هون بشتغل وبصرف على حالي مو رضيان. ايه طيب شو عم يقلك؟ ما كان يوافق ولا بأي شكل، قال ما فيك تضلي لحالك هون ممنوع، حتى أنه هو قال لي لو فتون كانت لساتها ببيتها كنت قبلت وضليتي عندها، بس أي شيء تاني ما كان يرضى فيه. ييلك ميسون من مبارح ما تركت مكتب غير وسألت فيه، أنت لو بس بتعرفي قديش عم يطلبوا بغرفة وصالون على الأسطوح ما بتصدقي. لا ويا ريتي بينسكن فيهم. روقي اختي روقي، الا ما يكون في حل لهالموضوع طولي بالك. اذا لقيت هالحل قبل ما ينزل البيت فوق راسي بيكون منيح. شو بدي اقول لك فتون؟ شو صار بينك وبين اخي جان؟ انا حاسه انه الامور بيناتكم مو منيحه. شو؟ لا تساليني لانه انا ما بعرف. بعدين تعي لهون، انت ليش رايحه وحاكي كل شيء لجان؟ أنا؟ إيه أنتي؟ أنا؟ إيه؟ لا 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 كذب، مين ما قالك بيكون كذاب ويجي واجهني؟ مين بده يكون؟ إيه ما بعرف، خليك يلا شوف مين. رفيف؟ مرحبا. أنتي شو عم تساوي هون؟ شو اللي جابك؟ ضل في شي نسياني تاخدي مني وهلأ اجيتي لحتى تاخدي؟ أنا ما اجيت لحتى أخذ منك شي، اجيت أعطيكي هدول مفاتيح بيتك، فيكي ترجعي وقت اللي بتحبي. يلا بخاطرك فتون. ما رح تصدقي مين كان على الباب؟ رفيف. شو؟ هالحياة الصفرة شو جابة لعندك؟ عطتني هدول مفاتيح. مفاتيح شو هدول؟ لك ميسون شبكي، هدول مفاتيح بيتي. عن جد عم تحكي؟ حلفي بالله. عن جد حبيب بدنا نرجع عبيتنا ميسون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، واخيرا واخيرا يا ربي الحمد لله الحمد لله. عم صدق اني رجعت على بيتي ميسون. اشتقت لك كتير. مطبخي حبيبي. وكنبايتي اللي بحبها. واخيرا رجعنا. تعرفي شغلة؟ انا اشتقت لهالبيت واشتقت لكل شي بقلبه كمان. بس هي كأنها قلبته فوقاني تحتاني. مو مشكلة هلأ منرجع منرتبه من جديد. ما بتصدقي قديش اشتقت له. فتون بلا ما تعملي هيك رح تبكيني. ميسون ما عاد في بكي بنوب، البكي من هلأ ممنوع، بدنا نضحك وبس. شوفي رجعلنا بيتنا، رجعلنا. الحمد لله. أنا رايحة أعملي نظرة على المطبخ، بلكي بتكون نسياني شي هالحية لحتى ناكله. ماشي.
لعم حرارتك مرتفعة. بس بهذا البيت بحس حالي عايشة وعم بتنفس. اي والله يا اختي معك حق، هذا بيتك ومو سهلة تطلعي وتتركيه، هون خلقتي وكبرتي كمان. معك حق باللي قلتي، هون خلقت وكبرت. ما انا تاركة غير شوية قهوة بهالعلبة، رح روح اعملهم. اعمليهم وانا رح اطلع اشوف اذا مغيرة شي بيوتي. طيب ماشي. ليكي فوتو، رح تصير منيحة. ليكي إذا أنت ما فيك تلبسي لحالك حبيبتي فوتون، لا تخجلي مني، أنا بلبسك. يلا يلا لشوف خديها الحبة، افتحي تمك. يلا فوتون يلا، كتير منيح. لا تخافي أنا جنبك، بعد شوي رح تنزل حرارتك، وصدقيني أنا ما فيني أعيش بدونك بالمرة يا بنت. معقول ضل سهران جنبي كل الليل وما تركني؟ صارت جاهزة. ساويتيها؟ ايه ساويتها. صحتين وهنا. يسلم ايديكي ميسون. بكره أنا وياكي مننظف البيت وبيرجع مثل الفلة. ايه مننظفه، على أساس نحن منعرف نعمل شي غير إنه ننظف. أنا رح فيه من الصبح وبلش نظفه لحتى يصير يضوي ضوي، بشتغل فيه من كل قلبي، ما بتصدقي قد اشتقت لهالبيت. وأنا كمان. ليكي فتون، بعرف هلأ مو وقتها، بس هديك الحية اللي اسمها رفيف، ليش رجعت لك البيت؟ بتصدقي انه ما بعرف، بس بظن انه هي كمان تعبت، صار لقديش ناطره واللي بدها اياه ما كان يصير ابنه. واخي جاندري ما بعرف. ايه اتصلي وخبري، معقول لساتك ما قلتي له؟ على شو مستعجله؟ رح خبره. مين بده يكون جاي لعنا؟ انت ناطره حدا؟ لا والله، قومي شوفي مين على الباب. انا بدي اقوم. ايه على عيني وراسي. يلا قومي. صدقي؟ تسمحي لي فوت ميسون؟ لك الشبكي فوتي الشاب لجوا. لك لا تصفني. تفضل. بتحب تتفضل لجوا؟ أهلين وسهلين. ما في شي من قيمتك، بس شو هالحكي يا دول لي؟ حلوين كثير كثير. صدقي انت من وين عرفت اني هون؟
بصراحة فتون هي اللي خبرتني، يعني أنا لما دريت إنك هون أخذت سيارة رفيقي وأجيت لعندك فورا. وطلع عندك رفقات كمان. كم باقت ورد باعت؟ هي وين بدي حطهم لهدول؟ ما ضل في مكان. ليكي فتون، الشخص اللي بعت لك هذا الورد أنا بعرفه منيح. مين؟ زوجك. زوجي؟ أنا طالعة على الجنينة، فيكن أنتو تاخدوا راحتكم. شو قليلي عجبتك؟ عجبتني كتير، بس شو هاي؟ هاي شجرة أمنياتي، كل غصن مربوط بشريط هو يوم مرق علي بدونك، وكمان بكل غصن في أمنية بس عم تنعاد إني يكون معك أنتي. خدي هاي فتون. شو هاي؟ كل طفولتي بهالعلبة. اسمعي لقلك، أنتي ما طولتي من لما كان عمرك 15 سنة؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.